الرياضة ما لها عمر معين. الرياضة تلعبها لنهايتك. لاعب نادي دبي المعاقين ولاعب منتخب الإمارات في رفع الأثقال من 95، يعني بدأت فيها يعني كرياضة أساسية لي. أول بطولة عالم سويت في دبي في 98، أحرزت المركز العاشر. أول بطولة ألعبها خارجية خارج الدولة، رفعت تقريبا فيها 195 كيجي، يعني كان رقم لي أنا خيالي. شيوخنا علمونا أن لازم نحب رقم واحد، وإحنا مشينا على هالشيء. البيت وفروا لي طبعا بعد سبل الراحة، يعني شلوا عني الضغط ضغط البيت وضغط العيال. أنا مريم زوجة محمد، أم 5 أولاد وربة بيت. الحمد لله صار اللي أنا بغيته، تطورنا وايد، حالتنا صارت أحسن بوايد، ووفر لنا كل شيء. ينجح هو يعني إحنا ننجح معه. من النادي يعني وفر لي عن طريق الدفع المعنوي والمادي وعن طريق الأجهزة وكل شيء، وأحرزت الذهبية. كانت أول ذهبية طبعاً لدولة الإمارات في رياضة المعاقين. ما صدقنا، أنا عارف إنه ما بيفوز لأن إيده تعوره، مستحيل. قمت أصرخ في الشارع، نطيت من الفرحة، الناس طالعني ها شو فيها مجنونة. اللي يبي يكون متميز، اللي يكون يعني فخور في رياضة اللي هو يمارسها، لازم يحب الرياضة اللي هو يلعبها من قلبه. بعد 20 قدام إن شاء الله أكون مدرب منتخب الإمارات، عاود أطلع جيل ينافس للعالم ويتأشر له بالبنان، يقولون هذا البطل وقف وطلع أبطال غيره. مشي الطريق اللي أنا أبيه، أنا مشي بطريقي عشان أنا أوصل بذاتي، ما أوصل بذات حد ثاني. بس